أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. اقرأ برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الدمشقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاء الإظهار كم إظهار ابن ذكوان ابن ذكوان إظهار قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بسم الله الرحمن الرحيم.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعيرها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين ظلموا ويوم نبعث نعم اقرأ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. اقرأ برواية قنبل عن ابن كثير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم اقرأ برواية خلف الحمزة بالسكت على المفصول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الآن مع التفسير يقول الحق سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما المقصود بالضالين؟ النصارى وكذا أشباههم في الضلال. أحسنت. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة غطاء وستر. أحسنت. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين. أحسنت. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. رغدا أكلا واسعا أو هنيئا لا عناء فيه. أحسنت. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مناسككم عباداتكم الحجية. أحسنت. معك أسئلة الدراية. السؤال الأول: ما هو الشاهد الذي أشار الشاطبي فيه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب؟ السؤال: الشاهد الذي أشار إلى هذا الحديث. مثل المؤمن الذي قرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. هناك بيت في الشاطبية يشير إلى هذا الحديث. يقول الشاطبي: وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا. خطأ. السؤال الثاني: ما مذهب قنبل في لفظ نرتع في سورة يوسف مدعما إجابتك بالاستشهاد من الشاطبية؟ قنبل يقرأ. نعم. قنبل يقرأ بالإدغام. لماذا؟ بالإدغام. لا، قرأ قنبل بوجهين: إثبات الياء وحذفها. وما الشاهد من الشاطبية؟ جهز. وفي نرتع خلف زكى. الإجابة خطأ. السؤال الثالث: كيف قرأ ابن كثير عما تعملون البقرة الذي بعده أفتطمعون؟ ما الاستشهاد من الشاطبية؟ نعم، يقرأ بياء الغيب. والدليل؟ وبالغيب عما تعملون هنا دنا. الإجابة صحيحة. السؤال الرابع: قال الناظم: ويقنط معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقن حملا. اذكر البيتين بعد هذا البيت. يقنط معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقن حملا ومنجوم خف وفي العنكبوت المنجن شفا منجوك سحمته دلا ودمنا بها والنمل سفع باد مع بناتي وأني ثم إني فاعقلة. الإجابة صحيحة. السؤال الخامس: متى توفي الإمام نافع المدني وأين؟ توفي سنة 69 و100. إذن ومتى توفي؟ سنة 100 وماذا؟ سنة 69 و100. نعم. وأين توفي؟ مدينة. نعم، مدينة. الإجابة صحيحة. السؤال السادس: لم يدغم أبو عمرو من المثلين في كلمة إلا في موضعين، فما هما؟ سلككم ومناسككم ومناسككم. الإجابة صحيحة. السؤال السابع: كيف قرأ هشام عابدون وعابد؟ عابد بالإمالة. نعم، بالإمالة. بالإمالة. الإجابة صحيحة. السؤال الثامن: هل القراءات التي تنسب إلى الأئمة السبعة هي المعني بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا بما شئتم؟ لا،
هي من بعض الأحرف السبع. نعم لا، وإنما هي حرف من الأحرف السبع. الإجابة صحيحة. السؤال التاسع: أين وجد عثمان مصحف أبي بكر عندما أراد الجمع في عهده؟ حفصة. وجده عند حفصة. الإجابة صحيحة. السؤال العاشر والأخير: أمر الله النبي أن يقرأ القرآن على أحد الصحابة، فمن هو؟ السؤال: أمر الله النبي أن يقرأ القرآن على أحد الصحابة، فمن هو؟ عبد الله بن مسعود. لا. زيد بن ثابت. نعم. لا، هو أبي. الإجابة خطأ.